سريعا مشاهدي ننتقل إلى محور جديد. قيس الضالعي أمين عام الاتحاد الإماراتي للركبي ورئيس الاتحاد العربي للعبة وصل قبل أسابيع إلى منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للركبي، يكون بذلك إنجاز جديد الدولة على مستوى المناصب الخارجية. قيس الضالعي ضيف حلقة اليوم لبرنامج من الإمارات، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا نرحب مجددا ايضا بضيفنا قيس الضالعي. بدايه نبارك لك هذا الانجاز الجديد ايضا لدوله الامارات في هذه الاحتفالات في اليوم الوطني 48. ايضا اول شيء الحمد لله على الفوز، بس قبل تبارك لي على الفوز انا بعد احب ابارك لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظ الله، ولاخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والأخوهم بعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أولياء العهود وشعب الإمارات مواطنين أو وافدين مقيمين باحتفالات اليوم الوطني 48. إن شاء الله تكون سنة خير على دولة الإمارات سواء في الرياضة أو حتى في المجالات الأخرى كلها، مثل ما تتواصل أيضا الإنجازات إن شاء الله. أكيد طبعا ما شاء الله فوزك في منصب الاتحاد الآسيوي هذا نحن نعتبره إنجاز لدولة الإمارات على مستوى المناصب الخارجية. صحيح. الحمد لله، هو الفوز يوم تتفكر أنك تأخذ منصب قاري أو دولي يتطلب منك جهد وعمل، ومب على طول تي تترشح وتكون عندك ثقة أن الدول الأعضاء اللي في آسيا تعطيك الأصوات، لأن في النهاية يعني كلها عملية انتخابات وأصوات، عشان تأخذ أصوات الدول لازم تكون محضر زي من فترة طويلة، لازم الناس يعرفونك ويكونون واثقين أنك أنت يوم بتي تأخذ هذا المنصب تقدر تكون صاحب فائدة لهم مو بس لدولتك. فهذا بعد من ضمن الأشياء اللي لازم كل حد يفكر في منصب قاري يفكر في هالجزئية، إنه يوم تبغى تترشح المنصب لا تفكر بس في دولتك، لازم تفكر في كل الدول عشان أنت تعكس صورة زينة عن دولتك. فهذا نحن نفقد مناصب قارية وايد بسبب سوء فهم اللي يترشحون، لازم تكون نظرتك أكثر شمولية لأن أنت ترأس قارة مو بدولة وحدة كاتحادك المحلي مثل اتحاد الإمارات. فالحمد لله أن إذا تبغى تأخذ منصب قاري وتنجح فيه لازم تحضر فترة طويلة وتشتغل وايد وتسافر وايد تجتمع وايد، فيبالها الشغل يعني، بس الحمد لله لكل مجتهد النصيب. أوكي. الله وفقني الحمد لله، دعم القيادة الدولة والشيوخ كلهم بدون ذكر أسماء، لكن بعد أحب أخص بالذكر شخصين كانوا لهم دعم كبير لي، سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي. هذيلا كان لهم فضل كبير علي في فوزي برئاسة الاتحاد الآسيوي للركبي لأول مرة بعد 50 سنة تطلع الرئاسة من الشرق تي الغرب، بأنه كان كله عن طريق هونغ كونغ واليابان. صحيح. أول مرة الإمارات تأخذ، إنجاز يحسب أيضا لدولة الإمارات. أبو حمد، قبل ما أنت تفكر أنك تترشح خبرنا كيف عديت الملف، وأيضا حدثنا أيضا عن جولاتك الآسيوية، وأيضا كيف قدرت تكسب ثقة هؤلاء. مثل ما أنا قلت، يوم أنت تبغي تترشح لمنصب قاري يختلف المنصب اللي انت بتترشح له، تبغى تترشح حق رئيس، نائب رئيس، عضو مكتب تنفيذي، مدير مالي، يختلف. هو الاصعب الرئيس، لانك انت تكون خلاص ترأس قارة كاملة. اول شيء لازم يكون تاريخك في الرياضة يكون متزن ومتواصل. مثلا انا بديت في رياضة الرقبي من 2010،
فتدرجت في المناصب المستوى المحلي المستوى المحلي نعم. نعم فأول تشكيل لمجلس إدارة اتحاد الإمارات كانت هذه الأيام كانت اسمها جمعية نعم. ما كان على مستوى اتحاد، فكنت أنا عضو مجلس إدارة في اتحاد المحلي، بعدين صرت أمين عام في اتحاد المحلي. في 2013 ترشحت لمنصب عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الأسيوي وفزت. في 2015 ترشحت لمنصب الأمين العام فزت. في 2017 الشيء اللي مو بايدين يعرفونه ترشحت للرئاسة خسرت فرق صوت. كان فرق بسيط نعم جدا. كان فرق صوت أنا أصلا تعادلت 13-13 في جولتين، ففي حالة تعادل مرتين يكون حق للرئيس حق إن يعطي الصوت الترجيحي، وكان الرئيس ياباني في هذاك الوقت 2017. فمثل ما أنا قلت في بعض الدول الأسيوية ما تحب إن القوة تطلع من عندهم، ترى في النهاية هي قوة ناعمة. صحيح. أنت كيف تقدر تخلي دولتك المقدمة بس عن طريق الرياضة؟ فعطى صوته لمنافس الهندي. بعد مرور سنتين طبعا أنا ما هديت، يعني في هالسنتين قلت لازم أنا أشتغل أكثر عن قبل، تعلمت من أخطائي. صحيح. خطأ كبير كنت أنا دائما هي الثقة الزايدة. أنا مترشحت في 2017 كان عمري 33 سنة، وكنت على أمل أن الدول الأسيوية بتعطيني الصوت وكان الموضوع بالنسبة لي سهل. بس يوم تدخل أنت في دهاليز الاتحاد الأسيوي لأن الكلتشر الثقافة تختلف. صح. الياباني والفيتنامي والكوري. صح. والهندي غير عن الأردني واللبناني. نحن ترى في الغرب عندنا طباع مختلفة. فهالسنتين من خسارتي قبل 2017 لين 17-11 اللي قبل أسبوع يوم فزت في الاتحاد الأسيوي كنت دائما أسافر. يعني أنا مدير في هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة مطر الطاير من أكبر الداعمين لي. فكثر السفر للدول يتطلب منك جهد، تحضر اتصالاتك، لازم تجلس معاهم تتكلمهم شو تحتاجون من مساعدات، هل هي مساعدة أيضاً ببرنامج كنت. بالضبط. تبغى مساعدات مالية، تبغى مساعدات فنية، تبغى مساعدات إدارية. ترى مو بكل الدول تبغى منك المال، في دول تبغي منك الكادر الفني، ما عندهم مدربين، ما عندهم حكام، يبون يلعبون الرياضه بس ما عندهم التولز، ما عندهم الادوات. تقدر تطور انت اللعبه عندهم. اكيد. مثل الامارات هم يشوفونا نحن واد متطورين. هو فعلا الامارات من الدول اللي عندها تاريخ مميز في الركبي. نحن بعد الاسبوع الجاي بطوله العالم بتكون في دبي، هي بطوله سنويه من حين هذا اليوبيل الخمسين، كنسخه الخمسين بتكون الاسبوع الجاي. طبعا هي بدات رياضه الركبي في الامارات ايام كانوا البريطانيين في قبل 1971، فمشت الرياضه من ايام ما كانوا البريطانيين موجودين. اللعبه انجليزيه بالضبط، هو اصلا اللي اخترعها واحد انجليزي. فمشت مع الاجيال ليه ما نحن جينا كجيل مواطنين في 2009، وبدات الحين خلاص. الحين لو تشوفون في يوتيوب ولا في جوجل في مواطنات يلعبون الرياضه، في منتخب نسائي عندنا كامل العدد من المواطنات، عندنا منتخب شباب، منتخب رجال. فالمواطنين بدوا يمارسون. نحن أيضا في مراكز الناشئة في إمارة الشارقة يمارسون هذه اللعبة وأيضا يجهزون. صحيح. جيل جديد. بالضبط. نحن بدينا التعاون مع مراكز الناشئة في إمارة الشارقة من 3 سنوات، وكنا نحن على تواصل دائم مع سعادة عبد العزيز النومان، هو اللي كان مسهل لنا أن كيف نفتح الأبواب في واسط، في مربح، في بطايح، في وايد اماكن الشارع. عندنا 8 مراكز منتشره في اماره في دبل حصر اظني بعد تشلبه، خرفكان، المدام، سميد، وايضا منتشره ايضا الى جانب مركز اماره الشارجه وهو مركز واصف. حتى بعد نحن الحين بعد من هذا المنبر بعد انا بعد احب اشكر سمو الشيخ جوار بنت محمد القاسمي اللي هي رئيسه مؤسسه الشارجه لرياضات المراه، ان هي دائما تهتم في الرياضه النسائيه. وتدرون في كل سنتين في البطوله العربيه للسيدات تستضيف الشارقه وايضا مقبلين على البطوله. نعم. هي فانا شفت في طبعا من خلال تواصلي الدائم مع الاخت ندى عسكر دائما كل نسخه يحاولون يضيفون رياضات جديده، في رياضات جماعيه وفي رياضات فرديه. فان شاء الله نحن بنحاول نشتغل مع مؤسسه الشارقه لرياضات المراه ان النسخه الجايه مو بهذه اللي عقبها تكون الركبي من ضمن الرياضات اللي تضم للدوره المتواجده في هذه. شيء جميل بعد. لان حتى وايد دول عربيه تلعب ركبي، مصر وتونس والاردن ولبنان والامارات، يعني يمكن فوق 12 دوله عربيه عندهم منتخبات ركبي سيدات ورجال. فبعد زين ان يوم تكون اماره الشارجه بعد تفتح الباب للجانب النسائي في هاي الرياضه، وايضا تزيد رقعه الالعاب ايضا اللي موجوده في البطوله. نعم. لانها بدات في الشارجه، وكل سنه الشارجه معروفه الحين يوم تتكلم عن رياضه المراه بالمستوى العربي كلهم يتريون هاي النسخة اللي هي البطولة العربية للأندية. فإن شاء الله بنحاول نشتغل مع مؤسسة الشارجة لرياضة المرأة في الفترة الجاية. فالكم التوفيق إن شاء الله. بس في شو تطلعاتكم إن شاء الله للمرحلة القادمة لهاي الرياضة آسيويا؟ تطلعاتي أنا كرئيس اتحاد آسيوي ولا على مستوى المحلي؟ لا
كأنت رئيس الاتحاد الآسيوي؟ هي حاليا يوم تقارين الركبي مع كرة القدم مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرأس الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، هم عندهم تقريبا 46 دولة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نحن عندنا اليوم 31، فنحن بعدنا متأخرين عن الرياضات الكبيرة. فأنا كرئيس الاتحاد الآسيوي المفروض أن من وقت انتخابي لين ما أتخلص ولايتي أبدأ أشتغل على الدول اللي ما عندها ركبي، مثلا فيتنام، كمبوديا، الدول العربية أتكلم عن فلسطين والعراق، الكويت، عمان، البحرين، هذا اللي عندهم يمارسون الرياضة على مستوى المحلي، لكن يوم أقول ما عندهم ركبي يعني ما عندهم اتحاد محلي يعنى بالرياضة، ما يمارس النشاط على المستوى الآسيوي القاري. نعم، فحين لازم أنا أشتغل مع وزراء الرياضة واللجان الأولمبية في هذه الدول سواء في شرق القارة أو في الغرب أن نحاول أنهم بعد يكون عندهم اتحادات صح. محلية عشان رقعة الممارسة تزيد على في القارة، ما نوقف عند 31، نحاول نوصل 35 36، عشان كذي كل ما تحاول تتوسع كل ما يطلب منك جهد أكبر، كل ما يطلب منك موازنات مالية أكثر، يروح تدور رعاة. فالموضوع فيه هو مو بس إن تشريف ولا منصب حق الدولة، هو الناس كلها تشوفك أنت الحين أنت مكلف وتكليف، هذا يعتبر بالضبط تكليف. هم يبون يشوفون كيف أول مرة الاتحاد الآسيوي يطلع من الشرق يجي عند شخص إماراتي، شو بيسوي هذا الشخص في الاتحاد الآسيوي؟ كل حد يتريى يشوف أنا شو بسوي، خاصة الدول اللي من الشرق. فإن شاء الله أنا عندي فريق عمل قوي كبير. تحدي كبير، عندي فريق عمل قوي وعندي الشركات الوطنية مثلا طرالي إمارات سوق دبي الحرة اللي أريد يرعون اتحادنا نحن اتحاد الإمارات لا. نحاول نجيبهم للاتحاد الآسيوي عشان دعم الشركات الوطنية، هذا بعد من الأدوات اللي أنت تستخدمها بعد، فنحاول نجيبهم معك شركات وطنية أن يدعمون الآسيوي بعد بإذن الله. أبو حمد أنت مقبل على تحدي كبير، نحن نتمنى لك كل التوفيق، وأيضا نحن كشارقة رياضية متواجدين معاكم وأيضا في تغطية مختلف الأحداث وأيضا الأنشطة، فالكم التوفيق. سعادتك كان معنا قيس الضالعي رئيس الاتحاد العربي وأيضا رئيس الاتحاد الآسيوي للركبي وأيضا أمين عام الاتحاد الإماراتي. مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله نكون على تعاون دائم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.